عبر الهاتف تنضم الينا من دمشق الدكتوره عبير سليمان الباحثه في الشؤون الدوليه. دكتوره عبير اهلا وسهلا بحضرتك. هل بدا من الواضح ما اذا كانت هذه اللجنه ستصيغ دستورا جديدا وتنشئه من العدم ام انها ستبني ربما على دستور 2012 على الاقل مع المبادئ او المواد التوافقيه فيه؟ اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا. بدايه مجرد انعقاد هذه اللجنه والتوافق بين ما يسمى بالمعارضه والدوله السوريه هو بدايه جديده نحو اطراف جديده لمستقبل سوريا. انا اسال حضرتك عن ما اذا كانت هذه اللجنه بدا من الواضح انها ستعمل على انشاء دستور جديد مستحدث ولا ستجعل من البناء او على الاقل الهيكل القائم لدستور 2012 اساسا ثم تدلف الى بعض النقاط الخلافيه. يجب شوف لا المساله ليست في الدستور بحد ذاته، يجب ان يكون هناك تفاهمات اساسيه لعمل هذه اللجنه، وان لم يكن هناك تفاهمات اساسيه حول قيام الدولة السورية الجديدة لن تكون لهذه اللجنة بطنة أو تحريك أو حركة حقيقية على الساحة السورية والساحة السورية. فيما لو انطلقنا من القرارات اللازمة لكلا أعضاء اللجنة بصدقية وبتصور لمفاهيم جديدة تخلق دستورا يعني حقيقة قيام الأمم ومنها الأمة السورية إذا قلنا بين قوسين أو الدولة السورية لقيام هذه الدولة، يجب أن يكون هناك مفاتيح كبيرة لخلق نظام جديد ودستور جديد يحترم إنسانية الإنسان والمجتمع القائم في هذا الإنسان. تشكيل هذه اللجنة يعني أيضا تمخض من رحم المعاناة يعني كما يقولون، والمسألة كانت فيما يتعلق بالثلث الخاص بالمجتمع المدني محل نقاشات وربما اختلافات مستمرة بين كل الأطراف. هل من المنتظر أن تبزغ النقاط الخلافية مباشرة على السطح ولا ربما اللجنة المصغرة قد تصل إلى بعض التفاهمات التي قد تكون أساسا لانطلاق أعمال اللجان التي قد تنبثق عن عمل اللجنة الموسعة؟ استاذ احمد، اذا لم يتفقوا او لم يكون هناك قوات مشتركه وتفاهمات حقيقيه لنجاح هذه اللجنه لن تكون هناك بوادر جيده او نتائج جيده لهذه اللجنه. سانطلق معك في الحديث بما جاء من البند الخامس في بيان مشترك لوزراء الخارجيه روسيا وايران حول ان هذه اللجنه قيام هذه اللجنه او تشكيل هذه اللجنه هو خطوه حاسمه كانت التي ستمهد الطريق لعمليه سياسيه قابله للحياه وداعمه لها وبقياده سوريه ويسره من قبل الامم المتحده كمان انا ومتماشيه ايضا مع المؤتمر مع قرارات المؤتمر الاحتلال الوطني الذي عقد في سوتشي وقرار مجلس الامن الدولي 2245. لذلك انا ما بقدر اقول ليست هدف بحد ذاته، لكن على الاقل العمل من الناحيه التقنيه المنوط بهم هو انجاز الوثيقه الدستوريه الحاكمه لسوريا. لكن لا يمكن ان نغير ان نعتبر ان اللجنه الدستوريه هي نهايه كل ما حصل، وهذا خطا كبير. وبنفس الوقت لا يمكن انا ان اتجاهل ما يمكن ان تقدمه هذه اللجنه بشكل ما وباختصار شديد، انها خطوه كبيره في عمليه سياسيه كبيره وعميقه وشامله، يجب ان تبدا من او تترجم القرار 2245 وتبدا اللجنه بالحديث عن تغييرات سياسيه بدايه من التغييرات السياسيه الى الانتخابات الى حول طريق توزيع الصلاحيات الى علمانيه الدوله. يجب ان يكون التفاهم بين اعضاء اللجنه حول هذه القضايا. دكتورة عبير، أنت أشرت إلى الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية الدول الضامنة بعد إذن حضرتك الدول الضامنة الذي عقد عشية انطلاق أعمال هذه اللجنة في جنيف أيضا.
هل كان هناك دلالة ما لانعقاد هذا الاجتماع لوزراء خارجية الدول هي الأكثر اتساقا واشتباكا مع الملف السوري؟ هل هناك تصورات يمكن أن تطرح من قوى إقليمية أو دول بعينها؟ وسأطرح على حضرتك ربما إن امتد النقاش إلى الوثيقة أو مشروع الوثيقة أو المسودة الدستورية التي قدمتها روسيا قبل أعوام. شوف أستاذ أحمد، المسألة ليست مسألة أن يكون هناك تدخلات خارجية، ونفس الوقت ما فينا نختل هذا الموضوع. التدخلات الخارجية من يعني أي تدخل خارجي، خصوصا فيما يخص إنشاء دستور أو تعديل دستور كما لم يتفق عليه حتى الآن، أما تعديل أو صياغة دستور جديد. نعم، لكن أي تدخل، أنا مش سامعة تكليح، بس خليني تكلم. طب تفضلي تفضلي. أي تدخل في من قوى خارجية لهذا الدستور لا يعني السوريين. السوريين يجب أن يوافقوا على هذا الدستور بمجيء إرادتهم دون إجبار ودون ضغط. لكن ما أريد أنا أن أطرح لكم بشكل مباشر، ما تم أو ما انبثق وما سدد عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم هو نقطة المركزية لهذه الليلة، هو نقطة العمل المركزية لهذه الليلة. طيب، لا يمكن للجنة أن تبتعد عن ما قرره أو أقره الوزراء الخارجية الثلاث. نعم، إذا كنا نتحدث عن وثيقة أو مشروع أو مسودة وثيقة كانت روسيا قد صاغتها ربما للاسترشاد والاستهداء، وأنت ربما أشرت إلى ما قاله جير بيدرسون من أن هذا عمل يخص السوريين وحدهم، وأن أي نصح خارجي لن يتعدى أكثر من كونه نصحا، بينما العمل برمته سيعنى به السوريون فقط. روسيا كيف تتعامل مع مشروع أو مسودة الوثيقة التي كانت قد صاغتها قبلا؟ أي سوريا دولة في هذا العالم، وإذا لم يكن هناك توافق دولي لما يمكن أن يقرره السوريين، فقد يكون هناك خلينا نقول جانب ليس جيدا أو خطيرا علينا. لكن بالتناغم وبالتشاور وبرعاية دولية، أن تعود سوريا من جديد مع دستور إما معدل أو دستور جديد بموافقة دولية تحقق كرامة المواطن وسيادة الدولة السورية، اكيد احنا ما رح كشعوب وكلجان وايا كانت التسميه، لم يكن لنا هدف الا اعاده سوريا بعمليه سياسيه بعيدا عن اي ضغط خارجي. روسيا عندما وضعت شكلها الدولي هي لا تحكم نقول المصير، لا، هي راعية سلام حقيقية، ليس دفاعا عن روسيا وليس تحيزا لها، لكن ما ثبت على أرض الواقع من وجود القوات روسيا تقوى إقليمية حمد سوريا من 2015 أكد بأن روسيا عندها مصالح لصالح مصالحها. نعم، هو لأجل المفردة التي استعملتها من أنها أيضا لأجل مصالحها، هذا يعني أننا لا نفترض في دولة حتى وإن كانت تقدم دعما لدولة صديقة كالحالة الروسية السورية أنها تحولت إلى جمعية خيرية. المصالح ليست بالضرورة أن تكون مصالح استعمارية، لماذا لا تكون مصالح خيرية؟ لماذا لا تكون مصالح تجارية؟ لماذا لا تكون مصالح تحقق وجود حقيقي لقوى إقليمية حقيقية أو قوى دولية حقيقية متوسلة الآن بروسيا الاتحادية، وتضمن كذلك وجود حليف تستطيع أن تنسق معه أيضا بمصالحه. ما سمعت أنا أقول لحضرتك أن لروسيا أيضا أهداف يليق بها أيضا أن تسعى وراءها، يعني مسألة صياغة الوثيقة الدستورية هذه ربما يكون لروسيا وجهة نظر فيها أو تصور معين بها كما للأتراك وللأمريكيين ربما ذات الرؤى. لا ليس لروسيا، لو كان لروسيا لها وجهة نظر خاصة لم يخرج للبند الخامس من كيان المشترك لوزراء الخارجية الثلاث الذي خرج من يومين. الحديث عن كان لها يعني هدف خاص.
عن وحدة التراب السوري كما تحدثت الحكومة السورية منذ 8 سنوات أو ربما يزيد مع تفجر الأوضاع في سوريا، الحديث عن وحدة التراب السوري، عن رفض مناطق الحكم الذاتي، عن كونفدراليات يمكن الوصول إليها في بعض بنود الدستور، هل هذه هي الثوابت أو الضوابط الحاكمة لأداء عمل الفريق الحكومي في هذه اللجنة، ولا هناك بعض الضوابط الأخرى المعنية أيضا بجغرافية التراب السوري؟ شوفي لك دقائق الفكرة. خليني أسمي أنا الكرد بشكل خاص. نعم. الكرد بشكل خاص هو من مكونات الشعب السوري. لا يمكن أن يكون له ولغيره لا فدراليات أو حكم لا مركزي أو لا مركزي وما شابه ذلك. هو من ضمن النسيج السوري. كيف يمكن أن يكون هو مكون من مكونات سورية أن يطالب بأن يكون كذا وكذا وكذا؟ إذا هو خرج عن الإطار الجمعي السوري. لا، هو مكون رئيسي في هذه البلاد ولا يمكن تجاهله، ولكن قضاياه تحل داخليا وليست خارجيا. طيب، هذا بهذه الجزئية على النحو الذي أصلتيه حضرتك كما تتحدث به دائما الحكومة السورية، هذه مسألة أيضا محل توافق بين الوفد الحكومي والوفد المعارض باعتبار أيضا بعض الأجندات المصلحية التي تربط المعارضة، ولا قد تكون هذه نقطة خلافية؟ أستاذ أحمد، ممكن تعيد؟ أنا صوت فيما يتعلق برفض الكونفدراليات أو مناطق الحكم الذاتي، وحضرتك أشرت إلى أن المكون الكردي يجب أن يكون جزءا من الشعب السوري بأكمله، لا أن يطالب بمعاملة خاصة في هذا الدستور. نعم. هذه مسألة توافقية مع المعارضة التي لها ارتباط أيضا بأجندات خارجية، ولا قد تبدو نقطة خلافية مستقبلا؟ إذا أرادت المعارضة أن لا تنجح أعمال هذه اللجنة، ممكن أن تطرح هذه المسألة، لكن إذا أرادت عملا حقيقيا يعمل إلى تغييرات سياسية، يجب ترك هذا الموضوع لحله داخليا لوجودها بالداخل. شكرا جزيلا لك الدكتورة عبير سليمان، الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية، والتي انضمت إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق للحديث عن أعمال اللجنة الدستورية السورية التي ستباشر وتستأنف أعمالها غدا في جنيف.